أيوة. الشرك نسأل العافية والسلامة ينقسم إلى قسمين. بالله ما قالت وله لك كفلان. الشرك أكبر عندنيا تلك ما قالت الله. والشرك أصغر قلتنيا ملستنيا بالله ما قالت الله. المحرمات أقسام أربعة. كل ما حرم الله ينقسم إلى أربعة أقسام. الله ارمي درجة ودم راسه أراد تاين الكفلان. صغائر تنش حرام الله. وأعلى من الصغائر الكبائر دمون دقنا تلك هنا حرام الله. وأعلى من الكبائر الشرك الأصغر. وأعلى أعلى من الكبائر الشرك الأصغر. تكبائر تلك شرك الأصغر. وأعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر نسأل العافية والسلامة. دمو تذيعت شرك دمو تلك شرك الأصغر نتلك حرام. إذن لو قال لك قائل أعظم المحرمات عقوق الوالدين صح أو خطأ؟ خطأ. تقول أعظم المحرمات الشرك الأكبر. نعم تلك حرام ينات حق ما قادلنا بلوديله تككلنا مرسو ويسادلنا مرسو تككلنا تلك محرمات بالله ما قال. لو قال لك قائل ما حكم الذبح للجن؟ عند تياتي لجن مارد من دنو أحكامه بلا بيتيك. أنت طالب علم. أنت تماري علم فلاي. لا يمكن أن تقول حرام لا يجوز. ملسو حرام أو يميلو بجاد. كذلك ولا يمكن أن تقول شرك. عند ذيهو دمو شرك أو يعلو ملسو أيوان. تقول هذا شرك أكبر مخرج من الملة موجب الخلود الأبدي في النار تخوفه من هذا. مثلو إيه شركناو كسلمنا من تكارغو يمياوتا زلالم جهنم يمياس قبانو ملسو يتمعلم. لابد أن نحذر من هذه المراتب الأربعة. كالنذيه كارات مراتب وشعارات كهرام آينات وشدنا حفظات شوي قبان. الصغائر تؤدي إلى الكبائر. تنشيت وانجل ودت لك تعرفها. الكبائر يؤدي الى الشرك الاصغر. تلك وانجل حرام دم ودى الشرك الاصغر ودت النشو شرك تعرفها. الشرك الاصغر نسأل العافية والسلامة يؤدي الى الاكبر. تنشو شرك دم ودى تلك شرك تعرفها.